بالرماني والعنب. زينت كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بيوم عيد ارتفاع الصليب، حيث احتفلت الرعية بالعيد بقداس احتفالي ترأسه الأب همام خزوز وكاهن الرعية الأب حنا مسعد والأب سالم لولاس والشماس علاء بعير وجمع كبير من أبناء الرعية وأهل المدينة. ابتدأ القداس بدخول موكب رسمي للأعلام الكشفية للمجموعة البابوية البيتجالية والصليب المقدس التي عملت الشبيبة على إعداده مزين بالورود. وفي كلمة أكد فيها الأب همام على أهمية عيد ارتفاع الصليب وأهمية حمل الصليب في حياتنا والتواضع في المحبة والإيمان، لأن بعد الصلب مجد وقيامة. الصليب المسيح ينظر جانا في الإنجيل لا العهد القديم، لما الشعب تدمر على الله وقل إيمانه أصيب بنك لكي يعلموا أنهم إن لم يحملوا كل يوم وراء المسيح صليبا فلا يستحقون المسيح ولا يكون من تلاميذه الصالحين. فينا ربنا يعيد هذا العيد عليكم جميعا بالسلام والبركة على قلوبنا وحياتنا. احتفلنا بهذا العيد كما يحتفل به في الشرق بشكل خاص، وهو عيد بذكرنا بانتصار المسيح بقوة صليبه على الموت، على الخطيئة، على الظلم، على عدم العدالة. فإن شاء الله ربنا يباركنا بهالعيد المقدس، بارك حياتنا وبارك بلادنا وبارك كل الذين يسمعون عبر النورسات ويبارك تلفزيون النورسات وكل القائمين عليه. فهو بالنسبة لنا أحلى عيد، كمان مرة هو عيد الحياة الأبدية، وكل سنة والناس كلها سالمين إن شاء الله. بحب بهذه المناسبة بعيد ارتفاع الصليب أعيد على الرعية وجميع الموجودين كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تدوم الصحة والسعادة والمحبة بين الناس والسلام. وبعد انتهاء القداس خرج المؤمنون بدورة في ساحات الكنيسة التي زينت بشموع مضيئة والصليب المقدس والشعلة التي تمت إضاءتها بعد أخذ البركة الختامية، وتم توزيع أقطاف العنب وحب الرمان التي تبرع بها أبناء الرعية. للنورسات مارلين الحدوة من ساحات كنيسة سيدة البشارة في مدينة بيت جالة.